مرحبا بكم مشاهدي قناة بيل بريس في أولى حلقاتكم من برنامجكم جديد ميكرو بيل بريس، واللي من خلاله غادي نطرقوا العديد من المواضيع وغنطرحوا العديد من الأسئلة اللي كتهم الشارع المغربي. بالنسبة لليوم عندنا سؤالين، الأول موجه للشباب والشابات المقبلين على الزواج، أشنا هي الصفات اللي كتمنوها في شريك حياتكم؟ السؤال الثاني هو كيفاش ممكن ينجح الزواج المغربي؟ بغيتو تعرفوا على الاجوبه ديالهم كيف كانت، خليكم معنا. شنو بغيت في شريكه حياتي؟ بغيتها تكون بنت الناس وبنت دارهم، وكنقول لك ماجده كون بنت داركم. راه اسم عليك شي حاجه راه ما يمكنش. ثقه. يكون اهل الثقه ويستحق الثقه، لان الا كان يعني الا كان اهل الثقه وتقتي فيه وحيت كتعطيه عمرك وشبابك وكل شيء كتعطيه له، دونك بوغ ما خصو يكون اهل الثقه ويستحقها. لا، احسن حاجه غتكون في المراه هي يكون فيها الحياء والحشمه. الا كانت كتستحي شي شويه ممكن انها تعيش معاه مده طويله وما عمرهم كاع يتفارقوا ولا تفهموا في العقليه ديالهم، ولكن خصها الحياء. الحياء هو اللي ينقص. شريك حياتي انه يكون كيتقي وجه الله في التعامل ديالو معايا، ومهم داكشي اللي بغيتو لقيتو فيه الحمد لله. ما تكونش الخيانه، ما تكونش تخدعك، ما تكونش تكذب عليك، هذه هي اللي تمناه، ما كاع اي حاجه اخرى تجاوزها. شريك حياتي نبغيها تكون زوينه، ماشي بالضروري الجمال الخارجي، الجمال الداخلي، يكون قلبها بيض وتحس بيه ونحس بها، هاد هو المواصفات اللي عندي. ما تكونش شي وحده لاباس عليها، على قد الحال نعيشوا حياتنا مزيان ان شاء الله. اشنا هي الحاجه اللي كتنجح الزواج المغربي؟ مفاهمه وثقه. برافو عليك. تكون مفاهمه وثقه والنيه. دونك باش يكون الزواج ان شاء الله ناجح غنخلي كوبل على هادو اللي مقبلين على الزواج، خص يكون الصبر بوغ لي دو. داكوغ، كو سوا لا فام ولا الراجل، يصبروا في اي حاجه ويحاولوا يفهموا لو كاركتير ديال لو بارتنير. حاجه خصو يكون الحوار، يعني يكون اي لا في المكان شي مشكل يجلسوا ويهضروا على المشكل ويناقشوا يعرفوا دو كويس اجي وعلاش ديجا كان المشكل من الاول ويحاولوا يلقاو له الحل. داكوغ، ميم على لي بروبليم ديال الوليدات الصغار خصهم يجلسوا، اي مشكل كان عند الوليدات يهضروا عليه بجوج وكل واحد يعطي الراي ديالو ويقول شنو خاص، باش هكا حتى في التربيه ان شاء الله كيكونوا ناجحين. الزواج المغربي باش غادي يكمل، ان خص البنت او الدري خصو يكونوا مفاهمين شي شويه، من ناحيه انها هي تنازل على شي حوايج وهو خصو يتنازل يفهمها، لان البنت ولات دابا هنا ماديه اكثر ما انها كتتبع المعنويات تبع راجلها وتعاون معاه في الدنيا. دابا حاليا ولا كلشي مادي، بغات كلشي، بغات الطونوبيل، بغات البورطابل، بغات الدنيا، بغاتها كامله وما بغاتش تضحي منها من اجل باش توصل لهادشي هذا. الا صبرت معاه وكانوا فاهمين يقدروا يوصلوا لكلشي. الحاجه اللي كتنجح الزواج المغربي خاص يكون الصبر، كل واحد داخل على واحد النيه بانه غادي يبني واحد الحياه اي يستمر فيها يعني واحد العمر، هذاك السيد اللي غادي تديه اما يدفنك اما تدفنيه. كتمشي على الصبر وكيكون التنازل، ما تبغيش كلشي يكون كما بغيتيه انت، هو ما تيبغيش كما راسم ديك الحياه تكون هي هذيك، يعني كتمشي انت كتمشي لعند المستوى ديالو وكيجي عند المستوى ديالك، حتى كتحاولوا تلقى واحد الطريق باش تمشيو مجموعين، هكا ممكن ينجح الزواج. الا كان فيه شويه ديال العنصريه والانانيه اكيد غير واحد المده قصيره صافي. الزواج تنعرفو ان الانسان تيكون مبني على الاخلاق وعلى الطيبوبه، و تيتلاقى شي انسانيه و تيتفاهموا وياها، فهمتيني، يتفاهموا و تيدخلوا في الزواج. كاين الرجال تيقول لك ما خدام ساي والوقت صعيب عليا وغادي نمشي نكري وغنتزوج، غادي المرا دابا تقول لك المرا، هي المرا دابا تيقول لك عايز تاخذ الراجل تتولي معاه جوج بلاد بلاد بلاد، انا شديتو صافي انا قبضتو ما عندي في نزاق، فهمتيني، انا قبضتو ما عندي في نزاق. تيبقى مشي داك الانسان حاير ولا تبقى وكتمشي دابا اللي تطيح في المصيده هي المراه، تتولي متقده مسكينه بالولاد وما عندها فين غديهم، وما عندها مسكينه باش غادي تسير عليهم ما تسوكلهم على محل، الوقت صعيب وصافي. باش ينجح الزواج هنا في المغرب خاص ضروري تكون الثقه، فهمتي، تكون الثقه وبزاف ديال الحوايج، فهمتي، احترام طرفين
فهمتي؟ راه كلشي راه باين، كلشي راه باين بلا ما عاد نبقاو نهضرو واللعيبات، راه كلشي راه باين. الحاجة اللي تنجح الزواج المغربي هي الصدق، صراحة صافي، ما تكونش تكذب تنجح. اللي كتنجح الزواج المغربي هي النية ويكونوا فاهم مع بعضياتهم، وتكون واحد الشراكة ماشي ديال المصلحة، تكون واحد الشراكة ديال الحب، هي أهم حاجة. أول حاجة تكون ثقة، أول حاجة ثقة، أول حاجة. والراجل ملي يتزوج المرأة يعني خصو يقول هاد السيدة هادي راه أمانة في رقبتي، وهي كتعاوتاني تحافظ عاوتاني على الزوج ديالها عاوتاني، يعني كتكون الثقة والمفاهمة، وتيكون واحد يعني شي إنسان يكون مشبع شوية بالدين، تبان لي بأن غادي يكون داكشي غادي مزيان، لحقاش ما يمكنش يكون زواج بلا مشاكل، بلا لحقاش محمد صلى الله عليه وسلم وكان عنده خلاف مع عائشة رضي الله عنها، فما بالك حنايا، خص يكون التفاهم شوية ويكون شوية ديال التلازم من الطرفين. وما يمكنش يكون زواج بلا مشاكل، لا يمكن. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.